ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين عشان نكمل باقي فقرات برنامجنا. والله بص انا فكرت كده وقلت لازم يعني في حاجه كده لازم التاتش بتاع البرنامج في الموسم الثاني بتاعه لازم يبقى واخد شكل مختلف شويه ويستحوذ بينه وبينكم الطمع حلو في الحاجات اللي زي دي ويستحوذ على شرايح تانية. احنا النهارده هنتكلم في حاجه تخص يعني الجنسين يعني الراجل والست من خلال الفاشن بقى والموضه والديزاينر من خلال ضيفتنا وضيفتكم الاستاذه رحاب عمر فاشن ديزاينرز وصاحبه اتيليه فرحه. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا استاذ عمر. صباح الفل. اخبار صباح الخير. ازي حضرتك؟ كله تمام؟ والله تمام زي الفل. كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك بصحه وسعاده. طيب بداية كده بشكل سريع ايه يعني سبب اختيارك المجال ده ايه؟ وايه جات لك الفكره ازاي؟ والله هي جات الفكره اصلا من يعني شخصيا يعني انا في مكان انا في الشيخ زايد وكنا دايما لما بيبقى عندنا مناسبه او حاجه كنا بنتعب قوي صراحه ان احنا يعني الشيخ زايد فيها حاجات كتير متوفره للاسف في الحته دي ما ارضتنيش يعني كانت دايما في حاجه ناقصه او ان انا اضطر ان انا انزل بعيد وكده وده دايما لو تعرف سكان زايد ما بيحبوش يخرجوا بره المدينه بالظبط بيبقوا دايما عايزين الحاجه مقفلين على بعض بالظبط كده فلما يعني الموضوع بدا معايا كده من سنه قعدت افكر يعني ليه لا انا اصلا يعني حتى المقربين ليا يعرفوا كده كويس بحب الفاشن يعني حتى اصحابي والمقربين برضو حبايبي يعني مثلا لو بيشتروا حاجه عندهم مناسبه لازم رحاب تكون موجوده لازم اختيار الالوان اختيار الحاجات اللي ممكن تناسبهم فجت الفكره من هنا بس يعني كان التنفيذ صعب شويه عليا من ناحيه من ناحيه حاجات كتير يعني يعني اتخاذ القرار نفسه كان بالنسبه لك صعب كان في تردد في الاول مش هكذب عليك كان في تردد لان طبعا مجال الشغل انت لازم تبقى قد المسؤوليه ولازم يعني يبقى عندك كل طبعا طبعا ما ابتديت بقى دراسه للموضوع وزي ما قلت لحضرتك هي اساسا هوايه انا بحب الالوان وبحب الفاشن بصفه عامه فابتدت الفكره وما شاء الله السبورت كان رائع يعني كل اللي حواليا والله يعني انا يمكن عايزه اذكر ناس بجد وقفوا جنبي جدا يعني وقالوا لي يلا وحلو هتنجحي ان شاء الله يعني عايزه اقول كام اسم كده والله فرصه رغم ان انا ما كنتش محضره ده بس سبحان الله يعني باشمهندس مصطفى استاذ ابراهيم مدام فاطمه مدام داليا في الاول في اتخاذ القرار نفسه يعني ادوني سبورت قالوا لي لا هتنجحي ودي حاجه جميله وانت بتحبي كده وشاطره في كده وزي ما قلت لحضرتك يعني على المستوى الشخصي احنا يعني بساعدهم يعني اي حاجه بكده لا موجوده 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 والحمد لله بسد يعني طيب يعني الاساسيات اللي بتعتمد عليها في تصميماتك ايه؟ هقول لحضرتك حاجه يعني انا في الاول كنت يعني الحاجه اللي بتعجبني الحاجه اللي انا شايفاها ممكن تمشي في تعجبني انا شخصيا يعني انا الحاجه اللي هتعجبني انا شخصيا متخيل ان هي ممكن تجيب شريحه من الناس ابتديت بعد كده لما اخش المجال نفسه بقى ايه انا ما بقاليش كتير على فكره انا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى احنا محققين نجاح رغم ان انا باديه ما بقاليش تقريبا شهرين ونص بس متهيألي النجاح اللي اتحقق مقارنه بالوقت اكتر بكتير صح كده؟ والله الحمد لله ما ده بقى اللي بقول لحضرتك عليه يعني الحمد لله رب العالمين في دفعه في يعني حاجه جميله ونجاح احساس حلو قوي ان انت تبقى حاسس ان انت ناجح والناس راضيه والناس مبسوطه ابتديت اشوف بقى طلبات الناس نفسها او طلبات السوق زي ما بنقول كويس يعني حد بيجي مثلا طالب ديزاين معين حاجه معينه ما بترددش بعملها على طول وما شاء الله بتبقى لها صدى جميل الافكار متنوعه كتير الوان وافكار وبص حضرتك كمان يمكن المكان عندي بيتميز بحاجه انا كنت بتعب يعني فيها فعشان كده انا حاولت ان انا اوفرها على الناس اللي هي انك تدخل المكان تطلع بكل حاجه يعني مثلا في المجال مثلا بتاعنا مثلا الدريس مثلا او حلو بيبقى مثلا عايز له بادي عايز له طرحه عايز له شوز عايز له شنطه حلو بفضل الله اللي بيطلع من عندي بيبقى طالع كل حاجه موجوده فبالتالي طبعا ده بيبقى سهل جدا عليه وبيبقى الحمد لله الحاجه بقى طيب. ايه ايديال يعني تبقى الحاجه يعني في قدره على التعامل مع الشخصيات المختلفه والاذواق المختلفه تمام ودي طبعا انا واجهته بقى يعني انا بقول لحضرتك ما بقاليش شهرين ونص بس شفت ناس كتير وتعاملت مع ناس جميله جدا من اول الناس الاذواقها يعني الناس حبايبنا في المناطق الشعبيه وجولي وناس طبعا كل بص حضرتك يعني مش عايزه اقول لك سيطرتي على السوق خلاص مش قوي كده يعني بس اهو الحمد لله يعني الحمد لله طيب
ايه النصيحه اللي ممكن يعني تقدميها للزوجه وهي بتختار ملابس زوجها، ايه يلبس ايه، تختار له ازاي، بناء على ايه؟ بص انا عندي دايما مبدا كده بنصح بيه كل ست، مهما كان خطوط الموضه ومهما كانت الالوان البسي اللي يليق عليكي. تمام. يعني حلو ان احنا نشوف الالوان الجديده، في الوان جديده كتير طالعه، مش عارفه المنت جرين والاكوا والكشمير والبيبي بلو والحاجات اللي احنا بنسمعها دي، يمكن في ناس كتير ما تعرفش هم بيقولوا لي والله دلوقتي ان في صور لحضرتك معروضه هي على الهواء، ممكن تقولي لنا؟ بفضل الله سبحانه وتعالى، دي ريفيوهات الناس، اللهم لك الحمد والشكر يعني. دي الصفحة؟ دوت لينكات بتاعتنا كلها. احنا بدأنا يعني مشروعنا الصغير، ويمكن حضرتك لو شفت طبعا ده من الاكستنشن بقى والحاجات، زي ما بقول لحضرتك كده ان الست او البنت تختار اللي يليق عليها، اللي يبقى شكلها حلو فيه. دي اهم نصيحة بقولها، يعني البسي طبعا طبعا الموضة، والبسي الالوان الجديدة، بس دايما خليكي شايفة الحاجة الحلوة عليكي. ولو الزوج والزوجه بقى زي حضرتك ما بتقول، او اعملي ماتش، يعني دي تبقى ظريفه جدا في الالوان. دي حاجات كويسه جدا يعني. طيب لو طبعا السيدات بقى يعني كتير في المجتمع، لو حابين كل اللي شايفين دلوقتي من من من, من السيدات عايزين يتواصلوا معاكي بقى، يتواصلوا معاكي من خلال ايه؟ والله احنا عندنا طبعا ارقام تليفوناتنا معروضه. ده تصميم المكان عندي، اتيليه الفرحه. زي ما قلت لك مكاننا يعني صغير، بس الحمد لله دايما بقولها حتى للعملاء بتوعي، بقول لهم مكاننا صغير بس جبار يعني. عندنا ما شاء الله حاجات كتير والوان. هو بس انت عارفه تستغلي مساحه، الله ينور عليك، كفكره حلوه، كتصميم حلو، كحاجه ملفته. وهذا ده من اهم اسباب النجاح، خلي بالك يعني. بالظبط، وان شاء الله بدعمهم ان شاء الله نكبر يعني. الله المستعان يعني. الله المستعان. الفتره اللي جايه انا يعني دماغي افكار كتير جدا يعني، ان شاء الله ندخل قسم رجالي، وندخل اكسسوارز، وندخل باذن الله مكملات ملابس السواري باذن الله يعني، ان شاء الله. بصي انا عارف ان في ريفيوهات كتير جات لك. الحمد لله والله يعني. والله يا استاذ عوني انا بقول لحضرتك ما كنتش متوقعه النجاح ده، بفضل الله سبحانه وتعالى يعني. كنت داخله زي ما بتقول كده خايفه، بس الناس شجعتني، الحمد لله رب العالمين يعني. الحمد لله كان في نجاح، الحمد لله. واضح ان حصل صدى كبير وواسع وحاله ايجابيه كبيره جدا، كانت دي متهيألي ادت ان حضرتك تتقدمي اكتر وتظهري اكتر. الله المستعان، دعواتكم بقى ودعم الناس لينا. واي نعم يعني اليومين دول عشان الكورونا والكلام ده وقفل القاعات، بس يعني الافراح هتفضل مستمره ان شاء الله، واحنا ان شاء الله بندعوكم تيجوا تشوفوا المكان عندنا الصغير الجبار زي دايما ما بقول، بس ان شاء الله باذن الله يكون الفتره الجايه احسن واوسع باذن الله. باذن الله رب العالمين. ميرسي. اتشرفتينا. ربنا يخليك. والكلام مع حضرتك ما ماشي. في ناس بتسالك بقى، بتقول لك اختيار الموضه. يعني انا انت حضرتك، انا كحد مثلا رايح اجيب هديه، انا كست مثلا رايح اجيب هديه، او انا كزوج رايح اجيب هديه لزوجتي. تمام. ممكن حد يروح لطش اي هديه وخلاص ويجيبها وتحصل كلاش بقى، وبدل ما يكون جايب هديه تقلب بخناقه والزوج يطلع وحش، انت تنصحي بايه؟ يعني اختار هديته ازاي؟ والله انا هكلمك عن فن اختيار الهدايا في المجال بتاعي. ايوه. يعني انا بتكلم عن مثلا سواري، يعني انا مثلا اتفاجئت ان في كتير رجاله بيجوا يختاروا لسيداتهم الدرسات للمناسبه، بجد يعني كان بالنسبه لي مفاجاه. والله. إن والله بجد ان تلاقي الزوج جاي مع مراته او مع بنته يعني، او مع اخته، بس اخته دي قليل. دايما الزوج اكتر حاجه. وتلاقيه كده متفاعل، يقول لها ده حلو وده وحش وده مثلا لا لاقي عليه كده اكتر. لا بجد ببقى سعيده يعني، ببقى حاسه ان يعني ده دوره. فانت مثلا لو عايز تفاجئها بحاجه حلوه في مجال السواري، هاتها معاك يعني. لان دايما الحاجه، دايما اقولها كمان، دي من ضمن الحاجات اللي اتعلمتها، اللي احنا دايما بنقولها كستات، بس يعني اتعلمتها اكتر في المكان، ان الحاجه في اللبس بتختلف تماما طبعا غير لما تتشاف معروضه. الله ينور عليك. والجسم يختلف يعني، ممكن مثلا حاجه تعجبني البس ما تبقاش حلوه عليا، والعكس يعني ممكن تبقى وحشه بس عليا حلو. نقول جاي لك جاي لك تليفون في السريع كده. نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام.
ازيك يا حياة، عاملة ايه؟ اهلا اهلا. عاملين ايه؟ حبيبة قلبي، ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ما شاء الله، اتليه فرحة طبعا جميل جدا، وحضرتك كلك ذوق، ربنا والفساتين يخليك، كلها ما شاء الله ستايل جميل كله، ربنا وكفاية يخليك، حضرتك يعني، وما شاء الله والفساتين كلها على الموضة وكده، ربنا وستايلات حلوة. يخليك. متشكرة جدا ليكي والله، شكرا جدا لذوقك، ومن ضمن الناس اللي دعموني طبعا ووقفوا جنبي ربنا يعني، يخليك، ربنا يخليك شكرا حبيبتي. ليك يا فندم، شكرا ليك. الله المستعان. يا رب يا رب دايما نكون عند حسن ظن الناس، وزي ما قلت لحضرتك بدعوات ودعم الناس هنكبر ان شاء الله باذن باذن الله، الله رب ان شاء العالمين. الله باذن الله. دي بدايه، وان شاء الله نوعد الساده المشاهدين انك انت تبقي معانا في حلقات جايه كتير يا رب ان شاء الله، اتمنى. شرفتينا. ميرسي قوي استاذ عوني والله، وانا كمان كنت سعيده جدا معاك، ربنا ووقت جميل، وان شاء الله يتكرر ربنا باذن يخليك الله. طيب نطلع فاصل ونرجع عشان نكمل باقي فقراتنا، وفقره مهمه جدا ما تروحوش في مكان، استنونا.